هنتكلم برضو عن نقط صغيرة كده اللي هي السفنس اوبننج. بص ده برضو انتيرو سيبيرو الك سباين انجوينال ليجامنت بيوبك توبركل ادي الثاي اهي، يقول لي بيلو اند لاترال تو بيوبك توبركل. ماشي هناخد نقطة كده بقد ايه؟ قلنا المسافة 4 سنتي او 1.5 انش. ماشي ده السنتر بتاع السفنس اوبننج. قال طب هي السفنس اوبننج شكلها عامل ازاي؟ قال لي اولا هي شكلها اوفل كده بحيث ان الشكل بتاعها بيبقى عامل كده. بصوا ماشي طولها 2.5 سنتي، عرضها 2 سنتي اهو، يعني بحيث ان الطول من فوق لتحت كده كام؟ 2.5 سنتي اهو شايفينه. العرض بتاعها قد ايه؟ 2 سنتي. بيقول لك لو احنا جينا خدنا اللونج اكس بتاعها عامل كده اهو. ده اللونج اكس دايركت داون وورد اند ايه؟ اند لاترال. يبقى تاني السفنس اوبننج، السنتر اوف سفنس اوبننج بلو اند لاترال تو بيبك تيوركل بقد ايه؟ ب 4 سنتي. ده السنتر بتاعها. طب شكلها عامل زي اوفل كده بحيث انها طولها 2.5 سنتي، عرضها 2 سنتي، واللونج اكس بتاعها داون وورد اند ايه؟ داون وورد اند لاترال. حاجه تانية برضو عايزين نتكلم عنها اللي هي الفيمورال رينج. فيمورال رينج نفس الكلام، انتيرو سبيرو ايرك سباين بيبك توبركل انجوينال ليجامنت، وبعدين ميد انجوينال بوينت. ايه هي الميد انجوينال بوينت؟ قلنا ميد واي بتوين انتيرو سبيرو ايرك سباين اند بيبك ايه؟ بيبك توبركل. وبعدين لما نيجي بقى نبص كده على الميد انجوينال بوينت هنا، هناخد نقيس ميد اللي كده 1 انش، بنرسم خط تاني 1 انش اهو. يبقى ايه؟ هوريزونتال لاين 1 انش تو ميد تو ميد انجوينال بوينت، ميديا ليها 1 انش ميديا للميد انجوينال بوينت اوفر الانجوينال ليجمنت. يعني 1 انش اوفر الانجوينال ليجمنت هوريزونتال لاين اهو، عرضه كده 1 انش، ميديال 1 انش لمين؟ للميد انجوينال ايه؟ بوينت. ده مكان مين؟ الفيمورال رينج. فيمورال رينج يبقى 1 انش لونج لاين هوريزونتال لاين اوفر الانجوينال ليجمنت ميديال باي 1 انش لمين؟ للميد انجوينال ايه؟ بوينت. هو ده السيرفس ماركينج او سيرفس اناتومي بتاع مين؟ الفيمورال ايه؟ فيمورال رينج.